بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من حلقات قناة اسكولا ودرس جديد من سلسلة دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس بيتكلم على نشأة اليابس والماء، هو درس مهم جدا وبيتكلم على عندي على نظرية مهمة جدا اللي هي نظرية زحزحة القارات للعالم الألماني فيجنر، ودي اللي بتشرح لنا كيفية فكرة نشأة اليابس عند والماء في المرحلة الأولى اللي كانت قارة واحدة اسمها بنجايا، ثم المرحلة الثانية اللي انقسمت لكتلتين لراسيا في الشمال وجندوانا في جنوب، ثم انقسمت الى عدة كتل اخذت في الابتعاد عن بعضها حتى كونت الشكل الحالي للقارات. النهاردة هندرس مع بعض وهنعرف ان توزيع اليابس والماء غير متعادل على سطح الارض، سواء في نص الكرة الشمالي او نص الكرة الجنوبي، او سواء في نص الكرة الشرقي او نص الكرة الغربي. وهناخد مع بعض ايه النتائج المترتبة على اختلاف توزيع اليابس عندي والماء، وبعد كده هنبدأ ندرس الماء. الماء طبعا عندي في منه نوعين، سواء الماء العذب او سواء الماء المالح، وهنعرف اشكال الماء المالح عندي سواء البحار او المحيطات او عندي المياه الجوفية او البحيرات المالحة، وايه اشكال العذب المياه العذبة سواء عندي الانهار او سواء البحيرات العذبة او المياه الجوفية عندي زي الابار والعيون. يلا بينا نبدأ نشوف درسنا وحلقتنا النهاردة. اول حاجة عندي هو ايه كلمة معنى اليابس؟ ما المقصود باليابس؟ اليابس هي الاجزاء المرتفعة عن مستوى سطح البحر التي لم يغمرها الماء، يعني ما اتملتش بالمية، لان يعتبر ان قاع البحر او قاع المحيط هو القاع ذات نفسه عبارة عن يابس بس مغمور بالمية. يعني ايه اللي مليء المية؟ لكن اليابس الاجزاء المرتفعة عن مستوى سطح البحر. طيب اليابس ده حاجة مهمة جدا، طبعا ده اليابس ده اللي احنا عايشين عليه، هو ده الميدان الرئيسي اللي حياة الناس كلها ونشاطها كلها، المدارس والمستشفيات والبيوت والمصانع وعملية الزراعة ذات نفسها كلها بتتم عندها على اليابس. فمصدر حتى منتجات الإنسان الزراعية والحيوانية، ولو احنا حتى بنستخرج المعادن بيتم استخراج المعادن عندي من باطن الأرض. يبقى بما تفسر أهمية اليابس عندي سببين: واحد أنها ميدان رئيسي لنشاط الإنسان، اثنين أنها مصدر منتجاته الزراعية والحيوانية والمعدنية. العنصر الثاني اللي هو عندي الماء. الماء هو سر الحياة، من غير المية مفيش أي كائن حي يقدر يعيش، سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات. كمان الماء هي مصدر للثروات عندي زي الأسماك بناخدها من البحار والأملاح، اللؤلؤ والمرجان. يبقى بما تفسر أهمية الماء أنه سر الحياة، من غيره ما يعيش أي كائن حي عندي على سطح الأرض، مصدر الثروات كالأسماك والأملاح واللؤلؤ والمرجان. طيب فكرة اليابس والماء، هل الشكل الحالي للقارات هو ده الشكل الأخير، ولا هي تطورت وخدت مراحل لحد ما وصلت للشكل الحالي من البحار والمحيطات والقارات؟ في عندي عالم ألماني اسمه فيجنر، هو وضع نظرية اسمها نظرية زحزحة القارات. كلمة حتى زحزحة تبان من فكرة الابتعاد، بمعنى ايه؟ انه هو وضع نظريته بتقول ان العالم ده كله وكل اليابس ده كله كان كتلة واحدة متماسكة، ثم ان هذه الكتلة تعرضت لفكرة التصدع والانكسار، انكسرت وبدأت تنقسم الى عدة كتل وعدة اجزاء، فضلت تبعد عن بعض لحد ما كونت اخر شكل كلنا عارفينه اللي خرطت العالم. بيقول ان هي مرت عندي بثلاث مراحل. اول مرحلة، تعال نبص كده عندي مع بعض عندي على الرسمة، ان اليابس ده كله على بعضه كان عبارة عن كتلة واحدة بس، وهو في نظريته اطلق على هذه الكتلة الواحدة من القارة بنجايا، وان المية كانت بتحيط بهذه القارة من كل الجهات، ثم تعرضت قارة بنجايا الى التصدع والانكسار وانقسمت عندي الى كتلتين اتنين، كتلة فوق بس عندي في الجغرافيا ما فيش حاجة اسمها فوق اسمها شمال، وكتلة تحت وبرضو عندي في الجغرافيا ما فيش حاجة اسمها تحت اسمها جنوب. كتلة في الشمال تسمى لوراسيا، وكتلة في الجنوب اسمها جندوانا، بيفصل ما بين الاتنين بحر عندي في النص اسمه بحر تيثس. ثم بعد ذلك انقسمت كتلة جندوانا وكتلة لوراسيا الى عدة كتل من القارات،
فضلت تتباعد عن بعض تتباعد عن بعض لحد ما كونت الشكل الحالي للقارات والتي تعرف باسم نظرية زحزحة القارات. احد الدلائل على صدق النظرية دي ان انت لو جيت بصيت عندك ادي قارة امريكا الجنوبية والجزء ده عندي في قارة افريقيا، تحس كده عارف لعبة البازل اللي هي اللعب بتاعت اللي بتجمع، تحس ان الجزء عندك بتاع قارة امريكا الجنوبية يقبل ان يخش عندي في قارة افريقيا. ده اللي بيؤكد ان فعلا ان اليابس ده كله كان كتلة واحدة. طيب بالنسبة عندي لتوزيع اليابس والماء، طب ونسبة المية، المية نسبتها وانت عارفها من قبل كده لان كنا مسميين ان كوكب الارض بيعرف باسم او بيطلق عليه الكوكب المائي، لان نسبة الماء في كام؟ 70.7%. اما نسبة اليابس هي 29.3%. لكن انا بتكلم على توزيع اليابس والماء في نصفي الكرة الارضية، هو توزيع غير متعادل. بمعنى ايه؟ ده كده عندي مين ده؟ خط الاستواء. خط الاستواء بيقسم الكرة الارضية نصين، نص كرة شمالي ونص كرة جنوبي. توزيع اليابس والماء في نصفي الكرة الارضية الشمالي والجنوبي غير متعادل، لان معظم اليابس لو بصيت بعينك كده الكتل الكبيرة من القارات اللي اخدها اللون البني هتلاقي ان معظم اليابس بيقع في نص الكرة الشمالي، بينما معظم الماء يقع في نص الكرة الجنوبي. طيب في عندي مقارنة تانية، ايه هي؟ ده مين ده؟ خط مين ده؟ خط جرينتش. خط جرينتش بيقسم الكرة الأرضية عند النصين، نص كرة شرقي ونص كرة غربي. مساحة اليابس اللي باللون البني، كتل اليابس اللي في نص الكرة الشرقي أكبر منها في نص الكرة النهون الغربي. طيب القارات تعالى كده نبدأ ناخدها عندي مع بعض. دي عندي قارة آسيا، قارة افريقيا، قاره اوروبا، قاره امريكا الشماليه، قاره امريكا الجنوبيه. في عندي هنا القاره القطبيه الجنوبيه وقاره استراليا، دي اماكن القارات. طب ما تيجي نرتب القارات من حيث المساحه، هتبقى واحد اسيا اكبر القارات من حيث المساحه، اتنين قارة افريقيا المركز الثاني من حيث المساحة، تلاتة قارة امريكا الشمالية، اربعة قارة امريكا الجنوبية، خمسة القارة القطبية الجنوبية، ستة قارة اوروبا، سبعة قارة استراليا. اكبر قارات العالم من حيث المساحة هي قارة اسيا، واصغر قارات العالم من حيث المساحة قارة استراليا. لو حبينا نبص عندي مع بعض على الدوائر العرض الرئيسية اللي بتمر بالقارات، هلاقي عندي ان الدائرة العرض الاستوائية بتمر بقارة اسيا وبتمر بقارة افريقيا وبتمر بقارة امريكا الجنوبية. مدار السرطان عندي بيمر بقارة اسيا وبيمر بقارة افريقيا وبيمر بقارة امريكا الشمالية، اما مدار الجدي فبيمر بقارة استراليا، قارة افريقيا، قارة امريكا الجنوبية. نقدر لو جينا ركزنا كده على ان في ثلاث دوائر عرض رئيسية بتمر بقارة افريقيا، وهي مدار السرطان، دائرة الاستواء، مدار الجدي. طيب توزيع اليابس والماء قلنا على سطح الارض هو توزيع في اختلاف، ما النتائج المترتبة على توزيع اليابس والماء على سطح الارض ادى ذلك الى اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الارض، اختلاف الاقاليم المناخيه، لان هعرف الكلام ده هدرسه الترم الثاني، هعرف ان في اقاليم مناخيه حاره وفي اقاليم مناخيه معتدله وفي اقاليم مناخيه بارده، اختلاف بالتالي خصائص النبات والحيوان، حتى اختلاف توزيع السكان على سطح الارض فيها اختلاف، واختلاف نشاطهم ومظاهر حياتهم، كل ده من النتائج المترتبة على توزيع اليابس والماء. يبقى النتائج المترتبة على توزيع اليابس والماء على سطح الأرض أدى ذلك إلى اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض، اختلاف الأقاليم المناخية وخصائص النبات والحيوان، اختلاف توزيع السكان على سطح الأرض واختلاف نشاطهم ومظاهر حياتهم. أنواع الماء طبعا أنا عندي في نوعين، ماء مالح ماء عذب.
الماء المالح اللي بياخد شكل المحيطات، البحار، البحيرات المالحه، المياه الجوفيه. الماء العذب بياخد شكل الانهار، البحيرات العذبه، المياه الجوفيه من الابار والعيون. اولا الماء المالح، المحيط زي مثلا لما اجي ابص كده الاقي المحيط الهادي، خلي بالك هو موجود على الجنبين لان الشكل الكره الارضيه اصلا اخد شكل كروي، فهو المحيط مش مقسوم هو متصل. هلاقي ان المحيط مساحه كبيره قوي من الماء المالح ذات اعماق كبيره جدا، عمق المحيط بيبقى كبير قوي. طيب يبقى تعريف المحيطات مساحه واسعه من الماء المالح ذات اعماق كبيره جدا، عمقها كبير. تعالوا مع بعض نبدا عندي ترتيب المحيطات من حيث المساحه. يعني هبدا هنا عندي من الترتيب تنازلي، يعني هبدا من الاكبر من حيث المساحه للاصغر. فلما هاجي هبدا بالاكبر عند المحيط الهادي والمحيط الهادي، وما تنساش ان المحيط الهادي موجود عندي هنا في الكره في خريطه العالم، عندي موجود في الجزء الغربي وموجود عندي في الجزء الشرقي. طبعا المحيط ده مش مقسوم، المحيط ده متصل ببعض لان الارض لها شكل كروي. المحيط الثاني من حيث المساحه المحيط الاطلنطي اللي هو بيتقال عليه الاطلسي، خلك واخد كل الجزء اللي انا بشاور لك عليه ده كله كده، المحيط الاطلسي او الاطلنطي. ثالث محيط من حيث المساحه المحيط الهندي، هو اخد الجزء اللي انا بشاور لك عليه ده كله. بعد كده في عندك هنا المحيط هنا اهو القطبي الجنوبي. واخر محيط من حيث المساحه، يعني اصغر المحيطات من حيث المساحه، المحيط القطبي الشمالي او المتجمد الشمالي اللي اخد الجزء ده كله. يبقى دول الخمس محيطات، وده ترتيبهم الترتيب التنازلي من الاكبر المحيط الهادي الى اصغر المحيطات المحيط المتجمد الشمالي او المحيط القطبي الشمالي. تاني عندي حاجة في البحار، انا في عندي بالظبط ثلاث انواع من البحار، بحار خارجية، بحار داخلية، بحار مغلقة. بس لازم نتفق على حاجة، لو جينا رجعنا تاني عندي ليه الخريطة بتاعت العالم، ده البحر الاحمر، ده البحر المتوسط. ممكن بعد اذنك كده تبص على البحر المتوسط او البحر الاحمر وتبدا تقارنه لي مثلا بمحيط زي المحيط الاطلنطي. من حيث المساحه هتلاقي ان البحر اصغر مساحه من المحيط. البحر مساحه من الماء المالح متشابه مع المحيط، ان الاثنين مياه مالحه، لكن الفرق ما بين الاثنين في المساحه. البحر هو اصغر مساحه من المحيط. لكن في عندي ثلاث انواع من البحار. هنا في عندي بحر الصين، بحر الصين ده بحر خارجي. يعني ايه خارجي؟ يعني البحر متصل اهو بالمحيط، الفتحه بتاعته هنا فتحه واسعه. لو ان البحر اتصل بالمحيط والفتحه بتاعته كانت واسعه يتقال عليه بحر خارجي، زي مثال عليه بحر الصين. البحر الاحمر يتقال عليه بحر داخلي. ازاي؟ عشان يقدر عندي البحر الاحمر يتصل بالمحيط الهندي، بيتصل بالمحيط الهندي بفتحة ضيقة يتقال عليه بحر داخلي. البحر المتوسط برضه بيتصل بالمحيط الأطلنطي بفتحة ضيقة. يبقى البحر الأحمر والبحر المتوسط الاثنين بحار داخلية، أي أنها مساحة أصغر، مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط، ولكنه يتصل بها بفتحة ضيقة. لكن لو جيت بصيت كده عندي على اللي أنا هعمل لك حواليه دايرة حمراء، ده بحر مغلق، يعني ما بيتصلش نهائي بالمحيطات. البحر ده اسمه بحر قزوين. بحر قزوين اهو من امثلة البحار المغلقة، مالوش اي اتصال بالمسطحات المائية ولا اي اتصال بالمحيطات. ثالث نوع من المياه المالحة البحيرات المالحة، مساحة كبيرة واسعة من الماء المالح محيط، اصغر من المحيط بحر، مساحة صغيرة من الماء المالح بحيرة. بس خد بالك ان البحيرة اليابس بيحيط بها اليابس من كل الجهات. اكمل ما يلي من امثلة البحيرات المالحة، بحيرات مصر الشمالية كلها بحيرات مالحة. طب بالنسبة بقى لانواع المياه العذبة، المياه العذبة بتاخد عندي ثلاث اشكال، يا اما الانهار والنهر هي عبارة عن مجاري مائية عذبة. لو جيت رسمت كده مثلا النهر بيترسم كده خط زي ما انت شايف كده، عبارة عن مجرى مائي عذب. سبب تكون
الأنهار هو نتيجة سقوط الأمطار، عندما تسقط الأمطار بغزارة بيبدأ يتكون الأنهار. من أمثلة عندي الأنهار، تعال نخش على الخريطة، عندي نهر النيل أهو، نهر النيل ده فين؟ عندي في مصر والسودان، ودي عندي دولة العراق، في عندي نهرين، عندي نهر دجلة وعندي نهر تاني اللي هو نهر الفرات، ده من أمثلة الأنهار، عندي نهري دجلة والفرات، نهر النيل في مصر والسودان ونهرين دجلة والفرات الاتنين موجودين في دولة العراق. عشان كده لو تفتكر انت خدت معايا قبل كده ان بلاد العراق الاسم القديم بتاعها ساعات بيتقال عليها بلاد ما بين النهرين. من أمثلة البحيرات، في عندي بحيرات عذبة، في تشابه ان الاتنين مساحة صغيرة من المية وبيحط بهم اليابس، لكن لو المية دي مالحة تبقى بحيرات مالحة، لو المية عذبة تبقى بحيرات عذبة. أمثلة عندي على البحيرات العذبة موجودة عندي أهي، المنطقة دي كده في الخريطة اللي أنا عامل لك حواليها دايرة، دي في قارة مين؟ أمريكا الشمالية، دي اسمها منطقة البحيرات العظمى، دي مجموعة بحيرات عذبة. يبقى أمثلة المياه العذبة عندي الأنهار، البحيرات، الآبار والعيون اللي بتبقى في الغالب موجودة في مناطق الواحات في وسط الصحراء، دي من مصادر المياه العذبة، العيون والآبار. يبقى أمثلة المياه العذبة ثلاثة، الأنهار اللي تكونت نتيجة سقوط الأمطار زي نهر النيل في مصر والسودان ونهر دجلة والفرات في العراق. رقم اثنين، البحيرات العذبة مساحة صغيرة من الماء العذب يحيط بها اليابس، مثال عليها البحيرات العظمى قارة أمريكا الشمالية، والعيون والآبار. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، وكون قدرنا ان احنا نستفيد منها حاجات كتير، قدرنا ان احنا نستفيد منها ان احنا قدرنا نعرف المراحل اللي مرت بيها نشأة اليابس والماء، وايه اشكال الماء المالح واشكال الماء العذب عندي على سطح الارض، وايه انواع البحار سواء بحر داخلي او بحر مغلق او بحر خارجي، والامثله بتاعتهم. خليكم تابعنا، ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير للحلقه بتاعتنا.